السباح السيد حسن بركة وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، وقد تمكن من العبور بين عدة قارات بالسباحة الحرة. حسن بركة هو شاب مغربي اللي كتعجبو الرياضة من صغري. أنا بديت الرياضة يمكن عندي 4 سنين وخدام في الرياضة وكان مارس الرياضة والرياضة هي حياتي. دونك أنا دونك الحمد لله في 2014 أصبحت أصغر سباح عالمي اللي ربط القارة الخامس سباحة. في 2015 أول مغربي اللي تكاليفت في سويم ران وورلد تشامبيونشيب في السويدن. الحمد لله في 2016 جينا 7 ماراثونات في 7 أيام متابعين في 7 القارات من القطب الشمالي الجنوبي إلى أستراليا. وفي 2019 عملت ألعاب ثلاثية، واحد التخياتلون سميتو ألتخامان في 10 كيلومتر ديال السباحة، 421 ديال الدراجة و 84 ديال الجرة. التحدي كان هو اصعب تحدي اللي عملت في حياتي، حيت الماء متلج قاصح بزاف الجسم، خصنا نوجد بزاف. كما قلت لكم انا في 2019 مشيت لبطولات العالم في روسيا وشاركت، درجه الماء كانت صفر ولكن المسافات اللي عملت فيها كانوا صغار ماشي في حال هذه. وهذه 3 شهور كنمشي للمنطقه ديال خنيفرة، والحمد لله السلطات المحليه دونك وقفوا معايا وساعدوني باش ندرب تما. و دونك الماكسيموم تاعي كان هو نعوم 1200، وغامرت هاد نهار 21 باش نجرب 1609 حتى هي نايس مايل ونجحنا الحمد لله. هي صعيب شويه ولكن خصنا الجسم خصو يولف، والجسم دونك كيولف لكل شيء. خصنا غير يوميا كندوش بالماء بارد، كان عمو هنا تقريبا في دونك في الشتوى كان عندي درجه الماء كانت انا في المسبح كان عندي 13 14، ولكن مشيت بزاف د المرات لخنيفرة باش ندرب، الماء كانت 6 5 وبدات تهبط حتى توصل ل 4.3 النهار اللي درت التحدي ديالي. دونك اولا خصنا نديروا لي زيكزارسيس ديال التنفس، خصنا انا كنخدم مع واحد الكوتش مونتال كيدير لي لا سوفرولوجي دونك باش نعرف كيفاش نتحكم سوغ لا دولور. الحمد لله سا مارشي، مي توت اون استوار دو نوجدو دونك قبل ما نزعمو نديرو هاد التحدي. الوغ ملي كنعوم في هاد الماء دونك في الاول كيجيني قاصح، ولكن بعد 5 دقائق فحال اذا الجسم كيولف وكندخل فحال في واحد العالم اخر، كندخل في واحد العالم فين كنبدا كيجيني النعاس، العضلات كيبداو ينعسوا لي، ما كنحسش من يدي حتى لهنا ما كنحس والو. استاذ كتدخل يدي وما كنحسش كيفاش كندير باش نعوم. ومن كنخرج من هذا الماء الدقيقه الاولى كتحس براسك كما كنقول لك اون فرونسي انفانسيبل، زعما ما يوقع لك والو، ولكن غير من بعد كدوز هذيك الدقيقه كيبدا يدخل لك واحد البرد، ولكن من الداخل ديال الجسم، وما كتحس براسك مشيتي ما بقيتيش هنا، بحال اذا الروح مشى وحتى من بعد شويه عاد كيعاود يرجع. وكتخرج لك واحد الابتسامه ولكن ما كتقدرش تكلم، ما كتقدرش انا ساعتين تقريبا باش الحراره ديال الجسم ديالي ترجع، هبطت لي من 37 حتى 33. دونك الحمد لله كيكون الطبيب حداك وكتكون المساعده، باسكو هذا الشيء ما نقدروش نعمله بوحدينا. دونك اذا اليوم جريت ماراثون غدا ما بغيتش نعاود ندير ماراثون، خصني ندير العاب ايرون مان، واذا درت ايرون مان بعد خصني ندير الترا مان. اذا قطعت بين اسبانيا وبين المغرب عمان، من بعد بغيت نعوم بين مصر والسعوديه بحال اللي عملت في 2014. دونك خصني كونستامون ريبوسي مي ليميت ونقلب على ليكسيلونس. دونك ودائما كنقلب فين المغرب ما باينش في لي ليفغ دو ريكورد سبورتيف، وخصني نقيد اسم المغرب. دونك دائما التحديات كاملين
كما قلت لكم قبل عندهم هذا الهدف.